شعار السنة الجاية اسمه المحبة تحتمل كل شيء. النهاردة هتكلم عن المحبة، ويوم الثلاثة هتكلم عن الاحتمال. يبقى شعار السنة الجديدة المحبة، بس المحبة كلمة كبيرة قوي. المحبة تحتمل، هي دي اللي هتخصنا في 2017. تحتمل ناس متعبين، تحتمل ظروف قاسية، تحتمل تجارب. اللي بيحب بيستحمل، اللي بيحب بيستحمل. ده شعارنا في 2017. السنة دي كان شعارنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. وكويس ان احنا صلينا وحاولنا نجتهد. عايز اكلمك باختصار عن لاف، حطيتها بالانجليش في اربع كلمات. لاف ال ال سميتها ليت جو، والاو اوبورتيونيتيز فرص، والفي فاليو، فاليو بالفيرب يعني to value thing يعني تدي له قيمته يعني، والإي evaluation تقيم كل اللي بتعمل. فأتكلم في الأربع حروف في رأيي دول هيلخصوا كل اللي نفسي أقوله طول السنة الجاية. لو عرفت اللوف بالطريقة دي هتعيش زي ما ربنا قصد. أولا let go. In order to love anyone you have to let go for many things. عشان تحب لازم تقدم تنازلات، لازم تنسى، لازم تسيب، لازم تفتح ايدك. الحب ما ينفعش واحد عامل ايده كده، الحب دايما معناه اعمل ايدك كده. طلع الخدمه اللي في ايدك لغيرك، طلع الفلوس اللي في ايدك لغيرك، طلع العلم اللي عندك لغيرك، طلع المسيح اللي جواك لغيرك، مش هيروح منك. بس you have to let go. To let go ايه بقى؟ اكبر مشكله في حياه البشر الكبرياء، البرايد. كلنا لينا كرامة، والكرامة دي معطلانا جدا جدا جدا. معطلانا نحب بعض، معطلانا نحب الناس الغرب، معطلانا نستحمل الظروف القاسية. الشخص المتواضع بيعرف يحب من غير ما يسمع وعظة. الشخص المتواضع بيدلق منه الحب من غير ما ياخد باله. إنما الشخص اللي كرامته شغلاه مقيد معطل. You have to let go. بلاش اسمك يفرق معاك، بلاش مركزك يفرق معاك، بلاش نفسك تبقى غالية عليك. أكبر نوع من الفشل في الحب وفي العلاقات هو الحب المغلف بالكرامة. الشخص اللي مركز مع نفسه قوي بيحب بطراطيف صوابعه، بيحب بالشوكة والسكينة، بيحب بالفتات بالشح. إنما اللي بيحب بيدلق ده ما عندوش برايد، ده ناس يروحوا خالص. وده اللي المسيح كان فيه، والعذراء كانت فيه، والقديسين كانوا فيه. خليك متواضع قدام ربنا وقدام الناس وقدام نفسك. ليت جو كرامتك قدام ربنا. انت قدام ربنا شحات، شحات رحمه. وقدام الناس انت شايف كل الناس احسن منك، شايفهم كلهم حاجه حلوه، مش شايف نفسك احسن واحد. قدام نفسك شايف، عارف ضعفك كويس، مش قادر تنسى عيوبك، وعارف انه بيحبك على كده، مقتنع ومصدق. كل ده let go. يعني ايه؟ طلع نفسك من دماغك، سيبها في حالها شوية، اركنها على جنب، انساها على قد ما تقدر. هيخليك منطلق زي العيال والسعداء الاطفال. كمان let go اي حاجة فيك في حياتك. تحاشى الحياة المصطنعة. في كمية ماسكات في الدنيا دي وزيف كتير قوي. احنا اولاد ربنا مش بتوع تمثيليات، ومش بتوع مناظر، ومش بتوع استعراضات، ومش بتوع يعني وشوش. احنا مفروض اللي جوه زي اللي بره. فبطل اي نوع من الاصطناع اللي في حياتك، خلي جوه زي بره. ليت جو، سيب بقى الايه، الحياه المصطنعه. ليت جو كمان الثروه. يعني ايه؟ كتير منكم شباب وبيفكر في الفلوس ونفسه يبقى غني. احذروا يا حبايبي ان انت تتمنى تبقى غني، احذروا من دي. لان في آية صريحة بتقول اللي عاوزين يبقوا اغنياء بيطعنوا انفسهم باوجاع كتير، هتتبهدل. انت ممكن تبقى غني، بس اياك تبقى عاوز تبقى غني. في فرق كبير قوي. ممكن ربنا يغنيك زي ابونا ابراهيم، بس عمره ما حب يبقى غني ولا فرقت معاه. خلي الفلوس تحت رجليك، let go، عشان تعرف تحب الناس. ما ينفعش الفلوس تقف بينك وبين الناس.
الفلوس تحت رجليك وانت بتتعامل مع الناس. الناس دول ما لهمش ثمن. اصغر عيل في الدنيا في اكتر بلد مجهوله يسوى مليارات عند ربنا. فيو هاف تو ليت جو، لان الفلوس مسيطره على الناس حتى على الخدام. والحسابات الزياده بالقرش بتلخبط خطه ربنا. ربنا بيحب الناس بدمه مش بفلوسه. لما المسيح اشترى البشر ما دفعش فلوس، لان الفلوس ما تشتريش بني ادمين ابدا، لكن الدم اشترى الناس. اعتبر ما تعتبرش الفلوس ابدا هدف لحياتك. الفلوس هتيجي على فكرة وهتجري وراك، لكن لو حطيتها هدف هتضيع وهتضيع اللي حواليك. ليت جو على الحياة المتنعمة. الرفاهية أغلب المرفهين مكانهم الجحيم. المتنعمة ماتت وهي حية. ليت جو. يعني أنت عاوز تحب الناس كفاية دلع. الناس 90% عايشة بالعافية. أنتوا على فكرة من 10% اللي تعتبروا مرفهين. لازم نعترف بكده. 90% عايشين بالزق. الحب ما ينفعش تفضل متبت في 10% دي، لا لا. الحب الحقيقي انك تنزل تعيش وسط الناس وتبقى letting go، يعني مستعد تتنازل عن الريموت كنترول اللي في ايدك وعن التكييف وعن الاكلة اللي بتحبها. المسيح عمل كده، عاش افقر واحد. كل القديسين اختاروا to let go. الحب ما يبتديش غير بدي. اللي هنا هي بداية الحب. الحب اللي طالع من الزيادة اللي عندك ده مش حب. ده ما كلفكش حاجة. الحب فيه تكلفة، والتكلفة تبدأ بأنك تسيب حاجة. لا تجوع على المنافسة الحمقاء اللي كل الناس عايشة فيها. كل الناس عايشة بتتخانق على القرش أو على المركز أو على الجمال أو على المظهر أو على الخيبة تقيلة. اطلع بره السبق ده، ده سبق تعبان قوي، ده سبق مغفلين. اطلع براه. انت ايه اللي يخليك تتنافس عشان يدوك كتف وتديهم كتف، عشان قرش زياده ولا عشان تايتل زياده، وفجاه بتقع من طولك وتقف في السماء مفلس؟ لان رصيدك الحقيقي في السماء هو اللف. مفيش اي رصيد في اي حاجه في السماء لهاش اي قيمه الا الكلمه دي. الله محب، وما بيعرفش حاجه في السماء غير محب. ودخول السماء بالكلمة دي بمعناها طبعا. لا تجوع على شهواتك. مش هتعرف تحب الناس بجد وانت مزنوق في شهواتك، مغلوب من جسدك. مش هتعرف، هيبقى الحب ليميتد جدا. انما لما بتغلب شهواتك الجسدية، لما بتطلع بره شهواتك الذهنية. في ناس مدمنة فيسبوك حتى لو ما فيش حاجة وحشة جسدية، لكن برضو you have to let go. السعادة دي مش خسارة. في بني أدمين محتاجين السعادة دي قيمة، ده value هنشوفها. لازم to let go الحاجات اللي انت عارف انها معطلك. let go اي selfish pleasures، يعني اي نوع من التلذذ بالذات او بالمزاج. كل ده طريق الحب الحقيقي. حبك لربنا وحبك للناس محتاج تطلع برضه. let go البيزي لايف. برضو مأساة الجيل ده كله المشغولية الزيادة. وطبعا مش عارفة لومكم قوي، لانه فعلا الاشغال طحن دلوقتي. عشان بتاخدوا مرتبات كويسة، يعني ما عادتش كويسة بعد الدولار نشكر الله، انما بياخدوا منكم 12 ساعة في اليوم. فبتبقى خلاص مش فاضل لك دماغ. طبعا دي حياة مزيفة بتضحك علينا. احنا بنتسرق في اجمل سنين العمر. فبفرح قوي ان انتوا بتاخدوا اجازات وتطلعوا بره الخوته دي، لانه ده معناه انك انت بتفرمل نفسك. البيزي لايف ياما ضيعت ناس، ياما اكلت ابديه ناس كتير قوي. انا في اعتقادي تلتين اللي في الجحيم كانت مشكلتهم المشغوليه. ما كانوش وحشين بالمعنى الحرفي، بس كانوا مشغولين 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 لغايه ما خلص العمر وهم مشغولين عن ربنا. لا عرفوا يحبوا ربنا ولا يحبوا الناس، فداخلين على السماء اسمهم مش موجود. وانت اسمك موجود لما تكون حياتك حب مش حياتك شغل. حياتك شغل لا مؤاخذه، يعني حمار شغل، سوري يعني. انت انسان، انت انسان شبه الله، والله محبه، فانت محبه. فانت ما اتخلقتش بس عشان تشتغل. ما تنسوش ان الشغل كان نتيجه خطيه، لكن الشغل الروحي هو او الخدمه هي
طعم السماء, طعم السالفيشن نفسه. Let go على البرايد, الفورتشن, اللاست, الثروة. تاني كلمة opportunities. احنا قلنا love L let go O فرص. يعني ايه فرص؟ العالم كله بيعرف يستخدم الكلمة دي, انه الهجرة فرصة, الشغل فرصة, الجواز فرصة, العروسة دي فرصة, الخدمة دي فرصة. الحقيقة كل ده كلام أي كلام, إنما الحب فعلا بقى فرصة. بمعنى أنت عندك فرص يومية تبقى سامري صالح. في فرصة ضيعها الكاهن واللاوي, والفرصة دي اقتنسها السامري الصالح, كسب كتير قوي في اليوم ده, وضاعت الفرصة على اتنين متدينين للأسف, لأن هما مش واخدين بالهم إن الحب فرص. فرص إن والديك موجودين, حبهم, اكرمهم, دي فرص ربنا يديهم العمر. فرص إن ليك شريك حياة حلو, شجعه, كبره, اسنده. فرص إنك لسه عيالك صغيرين أطفال, شبعهم بيك. لما يبقوا شباب مش هتعرف تغير فيهم كتير, دلوقتي تعرف تعمل منهم قديسين, دي فرصة. فرص معاك جيران ما يسمعوش عن المسيح, حبهم, يمكن يشوفوا المسيح فيك. فرص معاك موظفين كتير بيموتوا في الفلوس, خليهم يشوفوا منظر واحد غني من غير فلوس. انت عندك فرص طول الوقت عن طريق حب كل اللي حواليك. مفيش حد حياته خالية من الفرص, في اي سن في اي مرحلة دايما الحب اكسبرست فرص. طبعا الفرص دي معناها شارك, شارك كل حاجة في حياتك, شارك وقتك. لما حد تعبان وتديله من وقتك تسمعه, دي مشاركة جميلة قوي. جات لك فرصة ذهبية انك تشارك, شارك مجهودك, واحد شايل شيل معاه, دي فرصتك تعمل كنز في السماء. شارك فلوسك, شارك بيتك لو قدرت, شارك مقتنياتك, ليه ما تطلعش الزيادات اللي تركنت في الدواليب؟ يعني لازم تنقر وتكمكم, حرام عليك, ده شهد عليك, ده طلع شوية ده على الأقل. يعني في ناس مش لاقية في التلج ده تتدفى. شارك دماغك, إذا كان عندك معلومة شارك بيها, ما تبقاش بخيل زي الناس اللي في الدنيا في الزمن ده, وما تفتكرش حد هيسبقك كمان خد معلومة. الموضوع مش كده, في الآخر أنت اللي كسبان لأنك اديت مش خدت. فرص العطاء, فرص كل يوم في فرص عطاء. ممكن عطاء ابتسامة, ابتسامة الواحد غلبان فرصة. لمسة طيبة رقيقة الواحد تعبان أو طفل فرصة. هدايا ممكن تبقى فرص تصلح العلاقات. الكلمات فرص. Make use of life, make use of time, make use of opportunities. Love always expressed in opportunities. والفرص عمالة تروح مننا لأن احنا مش مركزين في الموضوع. احنا مركزين بنحب نفسنا, مستنين اللي يدلنا, مشغولين بالإنجازات بتاعتنا, والعمر عمال يتسرق. وفي ناس عمالة تعمل كنز, عمالة تخزن, بس بالطريقة الصح. الفرص كمان فرص صلاة. ما احنا بنقول love دي معناها حب ربنا وحب الناس. كل يوم عندك مئات من الفرص تتواصل مع الله. صلاة تواصل. لما تبقى متضايق أو محتاج, ما هو الخط مفتوح, يا رب أنا محتاج سلام, محتاج حكمة, محتاج نقاوة, محتاج أي حاجة, اطلب يا حبيبي. حد قال لك ما تطلبش؟ اطلبه تجده. هي في أبسط من القواعد الروحية دي, اللي عاوز حاجة يجي ياخد بالبساطة دي. روحيا بالبساطة دي. طب ما أنت طول الوقت محتاج, مستني الناس ليه؟ طيب طب ما تصلي. هي ببساطة كده. أي احتياج بينقح عليك هو فرصة للصلاة. تاني, أي احتياج بينقح عليك هو معناها صلي, هي فرصة صلاة. أي مشكلة بتقابلك هي فرصة صلاة, عشان ده بيزود حبك لربنا. أي زعل مع حد هي فرصة غفران برضو. أنت ما دقتش حلاوة الغفران, قيمة الغفران عند ربنا, أنك تسامح زي ما ربنا بيسامحك أو بيسامح غيرك. إذا أنت عمال تقابل فرص بس للأسف الفرص بتضيع منك. ثالث حرف values. To value, ما أقصدش value أنا حطيتها كفيربي, يعني
ادي قيمة للإنسان. فرق المسيحي عن غير المسيحي هو نظرته لكل حاجة. المسيح بيشوف الناس ازاي؟ المسيح بيشوف كل إنسان أغلى من الدنيا كلها. طب أنت بتشوف البني آدم ازاي؟ زبون عندك؟ شخص تستهلكه تستغله؟ شخص تستنفع منه تستفيد من وجوده؟ ولا الإنسان ده هو أغلى حاجة في الدنيا؟ If you know love, you have to value man. عشان كده بفرح لما الميديكال ميشن تتعامل مع أطفال كتير ومع ناس فقراء وبيتعاملوا مع مئات الحالات. كل واحد من دول valuable. بس الدنيا ما بتديش قيمة للحاجات دي. ما تديش قيمة للفقير، ما تديش قيمة للجاهل، ما تديش قيمة للشعوب اللي يعني مش على الخريطة. الأمريكاني أصله سعره كديق كبير. طب والغلبان الأفريقي ده في الدنيا ملوش سعر، بس عند ربنا تمنوا دم المسيح. وعلى فكرة دخوله للمسيح أسهل جدا من التاني. So you have to value man. عاوزين نبص باحترام شديد لكل شخص بنتعامل معه، مسيحي أو غير مسيحي. ده الحب، إنك تبص الإنسان لا يقيم بمادة. ما ينفعش إنك تحط أي رقم أو أي لبس أو أي. ليست الحياة أفضل من اللباس؟ الجسد أفضل من اللباس. الحياة أفضل من الطعام؟ إحنا ساعات بنقيم الناس بنوع الأكل اللي بيأكلوه. فالناس دي بتاكل أصلها في 5 ستارز، بتتعشى مش عارف الواحد بألف جنيه، والغلبان أبو لقمة بمش ده أصله ببلاش. ده الحياة مين قال ده؟ ده اللي داخل السماء وده غالبا مش داخل السماء. مش ده تعليم المسيح؟ والاتنين بني أدمين، والاتنين في قبر جنب بعض في الآخر. وده اللي قاله الحكيم سليمان. إياك تقيم الناس زي ما العالم علمنا نقيم الناس إزاي. مش هتعرف تحب. الحب لازم يطلعك بره التقييم المزيف بتاع الدنيا. الإنسان أهم من الإنجاز ذاته. بمعنى أنت خادم، سافرت أو ما سافرتش، أنت غالي علينا. أنت قيمتك مش في إنجازاتك، قيمتك في إنسانيتك. أنت صورة الله ومثاله. قيمتك مش في سنك ولا خبرتك ولا علمك ولا لبسك ولا إمكانياتك ولا أهلك ولا أولادك. قيمتك الحقيقية فيك أنت كبني آدم، لأن المسيح سكن فيك. ولما خلق خلقك على شبهه، هذه القيمة. فقبل أي حسابات أخرى أنت حاجة غالية. قيم الناس أهم من المناظر. أرجوك بص بقى نظرة ديبر شوية في التعامل مع البشر. كفاية المعايير المزيفة يا رجالة. الجمال باطل. بلاش تدوروا على البنت الأمورة قوي الملونة، مع احترامي للبنات الحلوين. الكتاب واضح صريح، الغنى باطل والجمال باطل. المرأة المتقية تمدح. يبقى قيموا الأمور صح بعينين ربنا. قيمة الإنسان في نقاوة قلبه، في بساطته، في حلاوة روحه. إنما جمال إيه؟ وفي جمال بيقعد، وهي في كرامة يعني هتوقف ضد الموت. يعني خلينا عاقلين. قيم تعبير كده قالوا بعض الآباء، مش ربنا أخطيت، الإنسان هو طريقك الوحيد لملكوت السماء. The man is the only way to the kingdom of heaven. ليه؟ لما بتحب الإنسان أيا كان الإنسان، ده اللي هيدخلك السماء. لكن لو في واحد you fail to love him, you can never reach the kingdom of heaven. Value the time. قعدت مع واحد فبيحسب عمره بالخدمة فقط، ما بيقدرش أي حاجة في عمره غير الوقت. بالنسبة له يسوى خدمة، فالساعة اللي ما فيهاش خدمة رايحة عليه، والخدمة اللي ما فيهاش بريق وما فيهاش كرامة وما فيهاش سمعة، خدمة يعني تعب بالنسبة له. ده راجل فاهم قيمة الوقت صح. ده اللي عارف ان time is not money. دي اكبر كذبة خدع بها الشيطان العالم كله. time is money. so money is death. لو انت فهمتها بقى معناه اعمل fortune قد كده وفجأة يخلص العمر. that's how silly يعني. ده حكان عن الناس كلها كده. ايوة طبعا. لكن الحقيقة time is love برضو كقيمة.
وما فيش قيمة لأي وقت إلا اللي بتقضيه في حالة حب، حب بالمعنى المسيحي، عطاء، سخاء، هي ده القيمة الوحيدة ليك، لأنك كده تبقى شبه ربنا، كده اتظبطت الصورة. لا محبة فأنت مقضيها صح، لأنك حالة حب، حالة حب في بيتك مع أصحابك مع في ميشن، أوكي، بس أنت في حالة حب تبقى فاهم صح قيمة الوقت. وحالة الحب يعني حالة تعب، الراحة مش هنا، الراحة دي متأجلة للسم، هنا الشاطر اللي يتعب والشاطر اللي يهلك، من يهلك نفسه من أجلي يجدها. التعب ما فيهوش ريحة الراحة، الحب ما فيهوش ريحة الراحة. الوقت أهم كتير من اللذة، الوقت أهم كتير من الثروة، الوقت ده مفتاح السماء، الدقيقة بتحدد اتجاهك رايح الجحيم ولا رايح الفردوس، كل دقيقة بتحدد which way. فالموضوع بيتحدد كل ساعة، انت بتختار انهي سك. value the pain. Love is to value things properly. To value man, to value time, to value pain. ليه؟ الناس بصة كلها ان الألم ده كارثة، خسارة، وقف حال، حاجة مسخة ملهاش لازمة، متغاظين من ربنا انه سامح بيها. الحقيقة الألم في الحياة الأرضية هو أثمن ما في هذه الحياة، هي الجوهرة الثمينة اللي في حياة البشر، صدقوني هو الوجع. حادثة البطرسية وجعت قلب كام مليون واحد، وفي ناس موجوعة قوي أصحاب المشكلة، بس ده اللي بينظف القلب، ده اللي بيعلى بالأخلاق، ده اللي بيرجع الناس لعقلها، ده اللي بيرجع البني أدمين أخطيت، اللي بقوا حيوانات يرجعوا بني أدمين، هو الوجع اللي بيصلح الدنيا. المسيح جيت صلب عشان يقول لنا أنا جيت عشان كده، الصليب ده هدف، لأنه على الأرض أحلى ما في الدنيا، أقيم بلاش أحلى، هو الوجع. So you have to value pain. لما تشوف مريض مش عارف تقول له يا بختك ولا تقول له إيه، يا جوز ما تقدرش تقول له يا بختك، بس تبقى عاوز تقول له أنت في حالة صح، أنت دلوقتي صح، مشغولية الشغل ما تجيش في قيمة اللي أنت فيه، مشغولية المكاسب الفارغة ما تجيش في قيمة الوجع اللي أنت فيه. الوجع أهم من أي مكسب، أهم من أي راحة، الوجع هو باب السماء، ما أضيق الباب وأرحب الطريق المؤدي للحياة، وقليلون هم الذين يجدون. الناس ما بتحبش الوجع، الناس كلها بتدور على حياة سهلة مريحة اللي هي الباب الواسع بتاع جهنم، وكلام المسيح واضح. إذن على الأقل if you are not in pain please value pain. عشان كده هتروح لكل واحد suffering يعني تقول له let me share you، عاوز أشاركك القيمة الغالية اللي عندك دي. فيبقى بتحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تممون. آخر كلمة في love، احنا قلنا love let go، الحاجة اللي موقفة الحب، أو consider the opportunities all the time. The value things، بص للأمور بعين جديدة، evaluation، قيم نفسك على الحب طول الوقت. إذا كنت فاهم أن هي دي الكلمة العظمى في تاريخ الإنسانية، لأنها اسم ربنا، لأنها صفة الله، لأن هي الصفة اللي ربطك بربنا وربطك بالبشر، لأن هي الحالة الوحيدة اللي تسمح بدخولك السماء، السماء عبارة عن حب، يبقى you have to evaluate your مش بقى الكارير انت بتعمل له evaluation وغصب عنك سنة بعد سنة على طول العداد بيقلب، فانت عامل evaluation عمرك ذاتك قد ايه، والevaluation لنمرك، وevaluation البنك فيه ايه، وevaluation. طب يا حبيبي you have to evaluate love، اما كانش الحب بيزيد في حياتك انت في حالة very serious، اخطر من اي سرطان في الدنيا. حبك بيزيد للناس ولا بيقل؟ حبك لربنا بيزيد ولا بيقل؟ العمر هيخلص، والسؤال الوحيد هو السؤال اللي جه في آخر إنجيل يوحنا، فلان أتحبني؟ بطرس عارف يجاوب وكمل وكان قد الإجابة. طب لما بتحبني بتزعل ليه؟ بتخصمني ليه؟ بتقفش ليه؟ بتعترض ليه؟ ما بتقولش حاضر ليه؟ مش مبسوط ليه؟ حاجات كتيرة تخليك تعرف إن الإجابة مظبوطة ولا لا. evaluate
at least الثلاث كلمات اللي فاتت. How much you let go. You have to evaluate. انت فعلا سبت ولا ما سبتش. تعرفين في الرهبانة اول قاعدة هي let go. الرهبانة مبنية على فكرة ايه؟ التجرد او الترك. في راهب ممكن يدخل الدير بس محتفظ بساعة غالية بيحبها. رهبانته متعطلة على فكرة. رهبانته متعطلة. بيحارب حاجة صغيرة معرفش يسيبها. تخيلوا ده بالنسبة للرهبان. طب انت ليه تسيب حاجة متعلقة؟ تضعف حبك وتضيع أبديتك. Let go, evaluate the opportunities. يا ريت كل ليلة ترجع تقول يا ترى كم فرصة استغلتها النهاردة وكم فرصة راحت مني النهاردة. كان ممكن أبعت مسج تريح فلان أنا مغفل ما بعتهاش ليه طيب. كان ممكن أفوت لفلان ما عودش أوجعه بكلمتين. كان ممكن أنبه فلان لأني بحبه بدل ما سيبه يعمل غلطته تاني. أنت بتعمل evaluation للفرص اللي عمالة تروح والفرص اللي بتستخدمها دي حاجة حلوة بتفرحك. evaluate الفاليو. هو أنا لسه شايف الناس بنظرة زمان غني وفقير جاهل ومثقف صغير وكبير ولا بقيت أشوف بعينين ربنا دول ولاده ده مات عشانهم ده ما عندوش أمنية غير كل الناس تبقى في السماء ما عندوش حاجة تاني شغلة غير كده انت عارف تشوف ده ولا لا. التقييم كمان قيم حياتك الداخلية لأن في الآخر ميزان القلب هو اللي هيوزن يا ترى قلبك نظف ولا لا عقلك نظف ولا لا مخك بيروح فين طول اليوم. قيم رسالتك في الحياة. ها عاوز تبقى ايه؟ دكتور مشهور؟ مهندس غني؟ مش عارف فنان ايه؟ ولا عاوز تبقى قديس؟ اللي ابوك كان نفسه فيه ابوك ربنا. كونوا قديسين كما ان ابوكم قدوس. اغلى كتير قوي من اللي انت بتتكلم فيه ده. ايفاليويت نفس طموحاتك او رسالتك. ايفاليويت الثمر. هو اي فلاح في الدنيا بيقيم الزرع بايه؟ بالثمر. الشجره شكلها حلو ما فيهاش ثمر تاخد لعنه. طب حصل ثمر ولا ما حصلش؟ واول ثمر عندنا ما حب زادت ولا ما زادتش؟ فرح سلام طول انا لطف صلاح ايمان. ثمر. في ناس كسبتها لربنا ولا طفشت ناس من ربنا؟ في ناس عملت فيهم خير حتى لو ما عرفوش المسيح ما ده ثمر برضو. في ناس ريحت قلبهم ده برضو ثمر. يبقى حاسب انت بتعمل ايفاليويشن لايه وازاي لالا تخدع بالايفاليويشنز بتاعه الدنيا والشغل. قيم ممارساتك. هي دي صلاه؟ مره واحد قال كده في وشي زي اللي اداني بالقلم قال لي هي دي صلاه ترضي ربنا؟ قلت له لا ما عرفتش اقول له كده لان كنا بنكروت وكان واضح ان ما حدش فينا مركز في اللي بيقوله. تمام يو هاف تو ايفالويت. هو الصلاه دي مش معناها انت بتكلم ربنا يعني تبقى احترام خشوع. طب ايفالويت هي دي قرايه انجيل؟ هو ده صوم بجد؟ وي هاف تو ايفالويت ثينجز. وطبعا احنا جوانا تعليم المسيح فمش صعب ان انا اقول لا طبعا مش ده اللي كان ربنا عاوزه. So when you love you have to keep evaluating everything. دايما في حالة تقييم لنفسك. احكموا على انفسكم. لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. Evaluate كل الريليشنز بتاعتك. هي نقية؟ هي في النور؟ هي دايما fruitful؟ هي دايما انت فيها بتقدم المسيح صح؟ انت عامل رسالتك كزوج؟ عامل رسالتك كأب؟ عامل رسالتك كموظف؟ عاملة رسالتك كأخت؟ عاملة رسالتك كابنة؟ عاملة رسالتك كأم؟ عاملة رسالتك كخادمة صح؟ إيفاليويت. لأنه في الآخر كل ده هيبقى ريليتد للكلمة الذهبية كلمة حب. نراجع. Love is just like let go. Opportunities value differently. وبعدين evaluate things. ربنا يدينا سنة نركز فيها على الحب اللي بيستحمل mainly.
أنا بشكركم واحد واحد على خدمتكم وعلى جهادكم وعلى تعبكم، وفخور بيكم كلكم، وكل سنة وأنتم طيبين. تفضلوا السلام.